بديني يكون غير خاطرك. اشوف واحد الله العظيم ما عرفتش مبر شي شي اللي كيقرا فهم بديني يكون غير خاطرك. اشوف واحد الله العظيم ما عرفتش مبر شي شي اللي كيقرا اختو قالت لي شوف والله العظيم ارى دور لهنا زعما دور الكاميرا خليه هذاك راه غادي يفضحنا يفضحنا غير دور الكاميرا كتبان ديك اختو انها شويه بعقلها شويه ماشي بحال الوالده ديالو الوالد ديالي في نظري انا شحال دابا الساعه دابا انا راه فايق دابا شوف غير من عيني غادي تبانها تقريبا الوحده ها راه الساعه القديمه انا اللي عندي تقريبا الوحده هادي باش فايق لانني شفت داك الفيديو بقى فيك الحال فاش كدير شي حاجه اللي زوينه ما كتلقاش اقبال وكتجي الحاجه ديال البوسان وهذا كتلقى الاقبال عليها باش تعرف ان الناس الله ينعل لي زاد نشر شي حاجه الرع. مرحبا بكم على قناه خالد بيوسف ان عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك. السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نبينوا فيه اننا وصلنا للحلقه الاخيره ديال نزار وصحابه. انا ما كنتش معول انني نرجع ونهضر على هذا الموضوع ولكن نتوما اللي لقيت انكم باغين هاد المواضيع تقول لي ما باغينوش نقول لك دخل شوف المشاهدات اللي عندهم. واليوم شفت واحد الفيديو واحد العنوان اللي استفزني بزاف شوف التيفي غادي ندخلوا دابا ونشوفوا الفيديو كي داير والعنوان كي داير. كنقول واش انت كتمثل حيت انا كتجيني مكالمات كيقول لي عن طريق البوز كتجيني مكالمات عن طريق البوز يلا فهمتوا شي حاجه انا بعدا ما فهمت والو انا كنعرف ديما كديهاش فلوس الفلوس ما كيعرفش يحسبها لا باين انه ما كيعرفش يحسب الفلوس لانه داير لادسانس وعرفنا بان كيربح مليون ولا جوج المليون في لادسانس باين ما كيعرفش الفلوس يا انا مسكين مسكين ما فهمناش هاد مسكين كي داير داكشي اللي بينا وداكشي اللي شفنا راه ماشي ديال المساكن اجلس الشريف واش ما فبركش كاينين الكاميرات وهذا قولوا لي راه كيصور قول لي راه كتصور شوف التي في راه الفضيحه ديالو كاين هو مولف الفضائح العائله ديالو عادي عنده ماشي لا ما تخافش هكا هكا ولدي كلشي مدليه الميكرو هاك 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 باش يهنيو باش يجلسوا يرصا هاك الميكرو كل واحد مدليه يلا غير هنينا فراسك ملي صونيتي ليا جيت كنجري قلت لهم الحبيبه ديالي كتسنى فيها غتمشي بحالها ما تكلم طيش عارفه مو غادي يقول شي فضيحه قالت لي تكلم تكلم هضر مع الصحافه كتجر شوف واحد فاش كيجلس شي واحد اللي كنحسوا بانه يقدر يقولها في اي لحظه كل واحد كيمشي كيهضر معاك ولا شوف كيهضروا لي في شي مواضيع اخرى باش يتلفون باش يشتتوا التركيز ديالو ان المكلخ راه غادي يمشي لك دايريكت لداك الشيء اللي شفتي غادي يقولها نيت قدام الناس فهم بديني يكون غير خاطرك اشوف واحد الله العظيم ما عرفتش مبر شي شي اللي كيقرا فهم بديني يكون غير خاطرك اشوف واحد الله العظيم ما عرفتش مبر شي شي اللي كيقرا اختو قالت لي شوف والله العظيم ارى دور لهنا زعما دور الكاميرا خليه هذاك راه غادي يفضحنا يفضحنا غير دور الكاميرا كتبان ديك اختو انها شويه بعقلها شويه ماشي بحال الوالده ديالو الوالد ديالو في نظري انا ماشي تقولوا كيمثل ولا شحال انا والله كيسحب لي كيمثل ولكن راه بصح انا وراه المشكل انه بصح كون كان غير كيمثل كون كان كيمثل كان احسن اه منين جلس معايا في القهوه هو حبيبه ديالك ونيه واحد الله العظيم هو ما فيهش صحرا ميت داكشي اش غادي نسميو هذيك هي النيه النيه عند هاد الناس هادو راه بوحده قالت لي الوالد ديالو ترجع شويه اسمع اسمع عاود اسمع عاود اسمع باش بغيت منكم جواب واحد هو هاد المواضيع اش غادي يستافد منها المجتمع هاد المواضيع ديال النزار ديال الاكشوان ديال هكا اش غادي يستافد منها المجتمع وحنا واخا كنقولوا هذا السؤال غادي ندخلوا للمشاهدات ونعرفوا شحال ديال الناس اللي بغاو داك الشيء اذا غير كنخويو الماء في الرمله حتى واحد ما يعاود يقول لي لا ما تهضرش على هذا الشيء لا ما تهضرش على هذا الشيء راه المشاهدات اللي كيحكموا فاش كتدخل تما كتلقى 400 الف مشاهده في نهار وكتجي الحاجه اللي كينشرها شي واحد كيجي كينشر رغيب امين ولا شي حاجه اللي فيها الافاده وكتلقى فيها 10000 في جوج سيمانات دار كل شيء واضح بغيت نقول لكم شتي دابا والله العظيم هاد نزار اسطوره اه اسطوره راه دخلنا الكلوري للمغرب اسطوره والله الا قالت لك اسطوره يعطي هو غيعطي عبره للشباب ها يعطي عبره للشباب نحبسوا الفيديو هنا بان لي ما نكملش هذا الفيديو واسمعتي اش قال قالت لك غادي يعطي عبره للشباب كملوا يلا غادي نكملوا قلت لي ان شاء الله ملي غنرجع لاكادير غادي نجيبها معايا
ودابا نتوما كتشوفوا كلشي بعينكم، راهي معايا. جبتي لنا كاس العالم، سير الله ينعل الكار اللي جابك. الرجل وهما كيصليو على النبي وهو بغى يحبسهم، زعما سكتوا سكتوا، عاود سمع هاد اللقطه. شوف هاد اللقطه تعرفوا انه ذكي، انه بعقلو، اننا كنتبعوا واحد وكنقدسوا، لا ماشي كنقدسوا، اننا كنزيدوا المشاهدات وانا كنتفرجوا ومتبعين واحد اللي لا علاقه، ما عايش كاع في هاد العالم. ياك كنت فيه الصراحه هذا ماشي هبيل، حنا اللي مكلخين وحنا اللي هبال اللي كنرفعوا وكنزيدوا المشاهدات لهاد الناس. يعني هذا كل ما زادوش عنده المشاهدات، كل ما كيضربوش عنده مليون مشاهده، ما غاديش يزعم انه يدير الحلقه الجوجه، ما غاديش يزعم انه يزيد، ما غاديش يزعم انه يزيد لنا شي حاجه اخرى اللي غادي تلفنا. ملي كيجي كيلقى مليون مشاهده، جوج المليون مشاهده، راه نتوما اللي كتشجعوه، نتوما اللي كتصفقوا عليه، وهو كيزيد كيرشط، كيقول انه راه عنده ما يقول، كيخرج الشارع كيجيو الناس يتصور معاه. مع ما تصورتي انت اللي جاي تصور، اشنو نصور مع ريكو، نصور مع بيكام، صور مع شي واحد اللي مشهور اللي دار شي حاجه، اللي جبت شي حاجه ما كايناش، ولا كيدير شي حاجه اللي ماشي مخيله، صور مع واحد اللي شوه بالمغرب. ملي كتشوف جزائري دابا كيدخل في لي كومونتير وكيكومونتي على الفيديو ديال نزار بواحد الطريقه استهزائيه، يعني انه شوه بالمغرب. حنا بغينا الرجال، بغينا اللي يرفعوا الرايه للفوق، لا في الرياضه، لا في السياسه، لا في الثقافه، لا في جميع المجالات. الناس بغينا الناس اللي يرفعوا بوجهنا، ماشي اللي غادي يلطخوا في الارض الناس بحال هادو، والناس اللي كيروجوا للتفاهه، التفاهه بحال هادي، ولا اللي قريبه تكون بحال هادي، بحال الملولي، بحال داكشي اللي في البدايه كان كيقول ريكو. الناس كيهاجمونا، كنقول لهم الدراما ماشي في النيفو ديالو، وهاجمونا الناس بزاف، لا انت غير ما بغيتيش، ايوا تشجع مغربي. فين تشجع مغربي؟ في الضحك، في الهبال. شتو دابا مع موجوج درام، عاد عرفتوا ديك الهضره اللي كيقولوا الناس اللي قالوا لكم ان ريكو بزاف عليه، نيفو عليه، نيفو عالي عليه، وانتم ما كتيقوش حتى شتو مع موجوج درام. يعني لا حياة لمن تنادي. هاد المجتمع ولا اليوتيوب ولا السوشيال ميديا بغات انك تنشر التفاهة. كون كنشروا التفاهة غادي نعجبوا الناس، غادي يطلعوا المشاهدات، لكن ملي كتنشر شي حاجة لا في الملاعب لا في شي حاجة ديال الإفادة ما كتلقاش إقبال. دخلوا آخر فيديوهات اللي درنا في الملاعب والتمارين ديال الرياضة ديال الكرة ديال هذا، ما كاينينش إقبال. وهذا اللي غادي ندوروا على النظر، غادي تشوفوا الإقبال ديالو علاش كاين. للأسف هذا معطل الله بك الفيديو. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.